استعدلي كده لرعب من نوع خاص. قبل ما نخش الفيديو النهارده حابب اقول لكم ان الفيديو برعايه لعبه الكيميست ادفنتشر او مغامره الخيميائي اللي موجود الرابط بتاعها تحت في الوصف. دي لعبه مغامره حلوه جدا جدا الصراحه، انا لعبتها شويه، فيها عربي كويس جدا، وغير كده فيها بازلز كتيره حلوه وفيها فايتس احلى واحلى. فكره اللعبه ان انت بتصحى تلاقي نفسك في مكان غريب اسمه ايسور، وتلاقي مخلوق غريب بيمشي معاك، وبتحاول ان انت بالخيميائيه تعدي من كل الاماكن اللي قدامك. اوقات بقى تحتاج ان انت تحرق حاجات، اوقات هتحتاج ان انت تحارب وحوش، اوقات هتحتاج ان انت تغير من الطبيعه اللي حواليك باستخدام السكيلز بتاعتك، ده غير ان انت محتاج تعمل كرافتنج ومحتاج تفكر هتطور شخصيتك ازاي وحاجات من كده. والحلو كمان في اللعبه ان هي فيها سينيماتكس او مشاهد سينمائيه شكلها حلو زي ما انتم شايفين على الشاشه كده. مطور اللعبه طلب مني اقول لكم ان هم مهتمين باللعبه جدا وبيحاولوا يظبطوها ويخلوها احسن من الاول قبل ما يتم الاصدار الرسمي ليها، فبيقولوا لكم ان هم بيسمعوا لكم كويس جدا. لو عندكم اي اراء او اي حاجه تحت في التعليقات او اي اراء بشكل عام هم هيسمعوا لها. وغير كده اللعبه دي متوفره حاليا ايرلي اكسس، يعني انا كنت بلعبها ايرلي اكسس النهارده على البي سي، بس هتتوفر بشكل كامل في Q4 من السنه دي على البي سي والكونسولز والسويتش. فلو عايز تدعمني او عايز تعرف المطور ان انت مهتم بلعبته، يا ريت تدوس على الرابط اللي تحت في الوصف، ده هيعرفه ان انت مهتم بالاعلان اللي موجود عندي على القناه. وخلينا بقى نكمل في الانترو. ايه الاخبار يا ناس، احنا عاملين ايه؟ في فيديو النهارده انا هلعب من الاخر لعبه اسمها نوسفيراتو ذا راث اوف مالاكي. اللعبه دي والله العظيم اكتر لعبه رعب طلبت مني في القناه، هي بدات تطلب مني من بعد ما بدات العب العاب زمان. فبما ان النهارده حد ايام زمان واللعبه دي قديمه، قلت اجربها النهارده، وانا الصراحه استمتعت بيها بشكل مش طبيعي. يعني هي مرعبه بنوع مختلف شويه، فيها جامب سكيرز كتير، بس هي لعبه غريبه. وبعد ما سجلت على فكره دخلت ابص على اللعبه شويه، اكتشفت ان اللعبه دي فعلا عميقه جدا وليها قصه حلوه وبتاع. انا كنت منفض القصه طبعا النهارده، فمش عارف هعمل لها استريمات في يوم ما ولا لا، بس خليكم متابعين قناه الاستريمات. على العموم مش طبيعي اكتر من كده، دي اللعبه اللي انتوا طالبينها، فاتمنى تكونوا مبسوطين بيها. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، لو مش عجبكم اعملوا ديسلايك، ولو ما عجبكمش ايه بالظبط. وبس كده خلينا نخش في الفيديو. طيب مبدئيا كده اللعبه بتقول لي عايز تلعب على سهل ولا نص نص ولا كابوس؟ كابوس، احنا كوابيس. مين دول؟ ده دول المرعبين بجد. ايه الجرافيكس؟ حسنا هذا بعدين. اوكي 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 اوكي، فاكس فاكس الكلام ده، خلينا نبدا اللعبه على طول. ايه ده بقى؟ ايه العوائل اللي قدامي ده؟ اوكي، اللي انا عرفته عن اللعبه دي ان كل حاجه فيها عشوائيا حرفيا، يعني ما ينفعش اتنين يبقى عندهم نفس الحاجه. انا لقيت سيف. لقيت ايه ده؟ اوكي معانا سيف، تمام. ومش عارف فين الرعب في اللعبه دي الصراحه، يعني لغايه دلوقتي مش فاهم في ايه؟ في ايه والله؟ وايه اللي حصل؟ انت كويس يا كابتن؟ اوكي، الراجل الدراما اللي قدامي ده اللي وقع من الدور المليون وما ماتش، هو ماله في ايه؟ الراجل اللي وقع من فوق وما ماتش ده بيقول ان في مصاص دماء هنا ومفروض اخد الصليب ده واقتله. ماشي، ايه ده؟ لحظه واحده، انا ممكن اعمل الفالي؟ معلش يا كابتن لحظه واحده. طيب انت عارف اللي فيها. اما ده هو بيقول لي محتاجه تنقذ عمتي وعمي وحاجات غريبه كده، ما اعرفش بيتكلم عن مين الصراحه. فاحنا ايه؟ هنوديه بس هنا بس، معلش معلش بس روح بس لحظه واحده. ماشي. ايه ده؟ الو، اللعبه بتقول ان هو مات، هو كانش المفروض اعمل كده ولا ايه؟ انا اسف والله العظيم. ما علينا، هو بيقول لي ان المكان هنا امان ومفيش وحوش بتطلع هنا، المفروض ان في الجناح الغربي والجناح الشرقي. الجناح ايه؟ الجناح قصدي الشرقي، والقلعه اللي هي اللي قدامنا دي من كاسل. ايه الدم ده؟ ايه الدم ده والله؟ صوت اللعبه في ودني عالي بالزياده، بس ده كويس عشان لو هتخضنا نتخض بجد. طيب ازاي بقى نفتح الباب ده؟ مين كاسل، محتاجين نفتح الباب ده بطريقه ما، معرفش ايه المايه اللي انا نطيت فيها دي. خدت ميد كيت، معرفش برضه دي بتعمل ايه. اوكي بنضرب كده بالسيف، تمام. طب انا معايا اي يعني ايه ده؟ اوكي ده الصليب اللي معايا وده السيف بس، معيش حاجه تانية؟ اوكي معلاش حاجه تانية، ماشي. ما اعرفش الباب ده ماله الصراحه، اعتقد ممكن اعمل كده. ايوه بعدين كده. اوكي طب ايه لازمتها بقى؟ وانا حسيت ان انا شفت حاجه على فكره هناك، مش عارف يمكن اكون غلطان. ايه ده بقى؟ افتح يا سمسم ابوابك. اوكي ايه بقى في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ وين ده كان فيديو النهارده؟ هو ايه اللي حصل؟ هو ايه اللي حصل والله؟ طيب هنجيب اللعبه على اصعب صعوبه كليك. هو ايه اللي حصل بجد؟ هو انا اتخضيت من الصوت، انا ما بتخضش من المنظر ابدا، بس بتخض من الصوت جدا الصراحه، انا فيا كده دي عاده فيا. ماشي خدنا السيف. طيب الراجل هيموت تاني ولا ايه؟ ماشي معلش، حقك عليا حقك عليا. في كلب هنا، ايه ده مصاص الدماء؟ ايه ده دراكولا والله عنده كلب؟ في ايه؟ ايه ده؟ احنا ممكن ندخل من هنا. اوكي ما المزيكا، المزيكا ايه؟ فين بقى الصوت بيجي منين؟ انت ضربتني مره فاتت صح؟ ما انت تافه اهو، وبنلعب على صعوبه كابوس طبعا. اتكلموا في ايه؟ لقينا ايه هنا؟ في ايه طيب؟ مفيش حاجه هنا؟ لقيت بودره جام باودر. مين ده؟ انت مين يا محمد؟ مالك؟ الله يحرقك، الله الله يحرقك بجد. موت بقى. ارقى معلش سلو موشن على الخض كده بس. تمام يا اخوانا تمام. طب احنا موتنا واحد اعتقد ولا ما اعرفش ايه ده والله. يا حاج يا حاج ايه يا قصيص؟ طب ايه طيب؟ طب هل الراجل ده معاه حاجه؟ اوعى تصحى تاني، اصل ده مصاص دماء ده. ما علينا. لا 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 بقول لك ايه، خلي بالك من نفسك عشان ما تموتش. بقول لك ايه معلش، لا 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 معلش حقك عليا. ممكن تيجي على جنب كده؟ ايوه خليك كده ماشي. ايه الباب ده؟ ايه ده؟ لقينا وودن ستيك. هل انا المفروض اعمل اللي في بالي؟ هو فين؟ فين؟ لقينا وتد
وراح فين؟ اما فامباير وراح فين يا جدعان؟ طب تمام، توكل على الله. من هنا نفتح ده. ماشي، هيلنا خدنا امو. هو احنا بناخد امو ليه؟ هو انا معايا مسدس، انا معيش مسدس. ما علينا. طيب احنا خلصنا الباب اللي هنا، في باب على اليمين اهو، عايزين نروح له. اوكي من هنا. مفتوح. خفت والله العظيم خفت. ماشي بسم الله. طيب ايه في الباب ده بسرعه؟ لا 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 كابتن كابتن كابتن، يا لهوي. ومش قلبي بيطلع بره، مش قلبي بيطلع بره والله، مش قلبي بيطلع بره يا لهوي. انا ليه كده والله العظيم؟ يا ما اقسم بالله، عارف ان في ناس فاكراني بستظرف وبموت نفسي عشان القناه، والله العظيم ما بيحصل. انا كده، انا في الطبيعي كده. اوكي الناس اللي تحت دي نحاربهم بقى. تعال يا كابتن، تعال تعال عليكني تعال. ايه ده؟ ده معاه سلاح، اكيد معاه سلاح. حلو كمان لمول ده، قصدي معاه مسدس. ايه ده؟ طلعوا سهلين. الو الباب. مزيكه اللعبه اقسم بالله غريبه، انا مش عارف عبقر مطلعها ولا لا، بس انا خدت مسدس. لحظه واحده، مين سكوبي دو ده؟ انت مين يا كابتن؟ دي كلب اسمها صوفي. يا مالها كلب هتمه كده؟ يا كلب يهتم. طيب عايزين ننقذ صوفي، او عايزين نجيب مفتاح لصوفي. خلينا نشوف المفاتيح فين. هيلنا هيلنا تاني. طب ايه يا صوفي، اجيب لك مفتاحك منين يا صوفي؟ هنرجع لك يا صوفي، هنرجع لك. ماشي، هو في حاجه هناك ولا بيتهيألي؟ في حاجه هنا، بس الدنيا ضلمه قوي. ده ميد كيت بس، مفيش حاجه قوي يعني. طيب ماشي. طب هو انتوا ايه يا جماعه؟ الامرايه ده مثلا ايه؟ انت ايه يا حاج؟ ما علينا، لعبه مريبه اقسم بالله. الفكره في ايه؟ الفكره ان اللعبه ما فيهاش اوبشنز، بس عشان نبقى واضحين يعني. يعني مفيش اوبشن. لا لحظه، عبقر انا اسف والله العظيم ان المزيكا كانت شغاله كل الفترة اللي فاتت دي، انا عارف ان انت تعبت مني في المونتاج، انا اسف جدا. طيب هنحاول نيجي من هنا ننط كده، المفروض ان اي موتة بموتة بجد، فمش عايزين نموت خالص. وخلينا نشوف ايه اللي على الناحية دي، مفيش حاجة. اوكي لقينا ستيكس، حلو، لقينا 2 وودن ستيكس. معرفش ايه خدت الميت كيت دي، انا غبي جدا الصراحة. خلينا نشوف هنا في ايه. هنا في، هنا في عوا. انا موت هنا قبل كده. انزل انزل، انت فين؟ هو فين؟ هو انت فين يا كابتن؟ ايه ده يا حاج؟ انزل يا ابني يا فامباير متخلف. انت عبيط ده ولا ايه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ في غيرك؟ يا مساء الانوار. استني فين الستيك؟ صح نوم. انت خلاص كده؟ انت متي؟ ايزي كلتش والله. ايه ده؟ ايه الهبل ده؟ اصل انا كنت بتفرج على في ايه ده؟ ايه ده والله؟ هم ليه بيطلعوا من الاماكن عشوائيه كده؟ طب انا اشيل الحاجات دي ازاي؟ واضح ان ما ينفعش اعمل حاجه تاني. ايه ده في ايه؟ ما اعرفش ايه اللي حصل لي الصراحه، بس غالبا انا بعرج. ما علينا، خلينا نحاول ننقذ الكلبه بابسي. صوفي نحاول نلحقها كده، محتاجين مفتاح او حاجه ما اعرفش والله. الباب ده مفتوح، اوكي. شايفك يا كلب، شايفك والله، شايفينه؟ اين الوحش؟ هل ترون الوحش؟ انا لا اراه، انا لا ارى الوحش. كلب عقير. خدنا جام باودر وبوليتس، ما خدناش حاجه. استنى استنى يا كابتن، استنى. شفت اللي خضتني قبل كده؟ ايه ده بقى بنت؟ مساء الانوار. طيب ايه اللي بيحصل؟ ايه ده اللي حصل لي؟ الو؟ طيب يا عم القصيص، انا قتلت 2 على فكره، ما اعرفش انت كده مبسوط مني ولا ايه؟ هوبا، انا اتدمشت، انا اتدمشت جامد كمان. مفتاح، مفتاح الجناح الشرقي. لا تعالى لي بقى، طالما شرقي بقى انت عارفني، هشك بشك تعالى لي. بس قبل ما نروح بس الجناح الشرقي والكلام الفاضي ده، اعتقد والله اعلم ان المفروض يكون في هيلث كيت او ميت كيت هنا. هون هناك اهي حبيبه قلبي، تعالى. لحظة واحدة، ده بيقول لي انا ممكن اعمل دي مياه مقدسة. ايه ده؟ ايه اللعبة اللي انتوا خليتوني العبها دي يا جدعان؟ دي غريبة قوي والله. وانا كده بقى استفدت ايه بقى؟ ايه ده بقى؟ اوكي انا خليت المايه دي مياه مقدسة، ليه؟ انا ما فهمتش، ما ركزتش قوي الصراحة. في حاجة تحت هنا، ايه ده ايه ده ايه ده؟ استنوا بقى استنوا بقى، هو ايه ده؟ هو ده كلب؟ اتمنى عبقر يكون مبين لكم الكاميرا شوية او البرايتنس شوية. عليك البرايتنس عبقر؟ من هنا يا حاضر. عدالة هو. بصلح لك الفيديو في نصه تقريبا. طيب الحتة دي فيها ايه بقى؟ في هيلث، هناخد واحدة بس. وفي باب هنا، قلة وفتح. مش مرتاح للباب ده الصراحة. لا مش عايز ادخل هنا، ولا ادخل هنا ولا ايه؟ ندخل، مش هنخاف مش هنخاف، مفيش حاجة بتخاف. طيب ايه بقى المكان ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ دول ما بيخافوش خالص، دول بني ادمين عاديين بس عندهم شويه عوائق. هو ايه بقى اللي متعلق هناك ده؟ انت ايه يا كابتن؟ انت عدى مشنوق، تمام مسكين يعني. ايه اللي حصل؟ خدي اهو خدي اهو. هما ايه الناس دي؟ ايه يا جماعه، ايه اللي في حد طلع ولا ايه؟ اهو يا كابتن انا هنا. ايه تعالى اقرب. ايه ده؟ لحظه واحده بس، ايه الارنب اللي انا بحاربه ده؟ هو فين؟ دي الحاجات دي بتفتح. ايه ده؟ لقينا كتاب في كلام انا غير مهتم بيه بالمره. طب كان في واحده ثانيه زي دي تقريبا صح؟ وايه اللي رزعه؟ تقريبا كان في واحده ثانيه زي... ده في كتير زيها. اوكي ماشي، تعالى نستكشف نشوف في ايه. اللي فيه كبابي، محتاج مفتاح. انت ايه نظامك والله؟ ده انا بضربه، تمام. ده بيفتح اهو، مفيش حاجه جوه. ماشي، وده بيفتح اهو، مفيش حاجه جوه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل دلوقتي ده؟ طب ده في حاجه؟ في كتاب برضه، مش مهتم. اذا ففي طريقنا الى الجناح الشرقي. هو انا مخيلتي واسعه ولا تحسوا السيف ده شكله تحت على اليمين كانه زعلان؟ معرفش والله، حاسه زعلان. انت لسه هنا؟ طيب انا مش فاكر انا دخلت هنا ولا لا الصراحه. استنى كده يا كابتن، وانا ما قلت لك اللي هنا ولا لا؟ لا هتصدق. طب استنى بقى، انا عندي حركه كده بحب اعملها. استنى، انت يا زفت اللي فوق ده، استنى بعمل ريلود. استنى مع السلامة. معناش ستيكس، معناش ستيكس. ايه الموقف البايخ ده؟ طب استنى كده، رب نلاقي ستيكس هنا ولا هنا؟ لا ما لقيناه. طب اصحى بقى، استنى والنبي كابتن ما تصحاش، ابوس ايدك. استنى استنى ابوس ايدك ما تصحاش. طب استنى بس، اقول لك بس اقول لك بس اقول لك بس، نتناقش مع بعضينا. انت بتجري كده ليه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ هو ماله اهبل كده؟ ايه ده؟
خسيس كذاب خلبوس موت ولا لسه موت كده احنا موتنا كل الموجودين هنا مفروض يعني كده بقى نروح على الجناح الشرقي معلش بس بعد اذنك بس انا اسف فتحناه اوه احنا فتحناه بجد اوكي وابتدينا اهو تمام ايه المكان ده بقى في ايه يا عم بقى انتوا ايه بقى الناس الكامبرز دي والله انا عايز انقذ صوفي انا مش عايز اي حاجه في الحقيقه غير ان انا انقذ صوفي دلوقتي ايه صوت الاجراس دي مش فاهم كان عندنا واحده زي دي والله العظيم كان ايه كان عندي افي عايز اقوله كنت اقول كان عندنا واحده زي دي في السمو ده في البلكونه والله ده ايه ده هيلت الحمد لله هيل جدا وانا بنط كده ليه وانا ينفع اكسر دي انا بكسرها ما واقف عليها ايه الغباء اللي انا فيه ده ايه الباب ده اوه سر ميدكيتس مش عايز منها حاجه دلوقتي انت ايه يا عم انت نايم ولا ميت ولا ايه تمام انا عايز انقذ صوفي والله ما لاقي دواء عايز انقذ صوفي ايه بقى استنى بقى في تابوت هنا لا ده صندوق ايه الغباء اللي انا فيه ده اوكي بسرعه يا جماعه كان في دراما شويه عمالين ناخد جام باودر اهو ما اعرفش انا بنط كده ليه خدتها من غير ما اقصد دي تمام برافو عليا وخدت واحده كمان من غير ما اقصد انا برنس انا برافو عليا انا حقيقي برافو عليا بالنطه اللي انا نطتها دي في يا جماعه في يا جماعه والله ايه الاصوات دي في ايه في ايه والله العظيم في ايه هو ايه اللي حصل هو كان في خضه وانا ما خدتش بالي ايه ده هاي ايه ده الاسود ده انت ايه ما بيموتش ده يا لهوي طب ايه بالصليب ايوه بالصليب موت يا انا بتاع افلام رعب يا موت يا مات والله العظيم جسمي انتابته القشعريرة اقسم بالله والله العظيم انتابته القشعريرة وفي اصوات غريبة بتحصل انت جيت منين انا شعر رجلي وقف والله العظيم مش ببالغ والله شعر رجلي فعلا وقف اصلا انا عايز انقذ صوفي ليه صوفي دي مش كلبتي انا مش عايزها في حاجة ده ايه والله هات الكتاب ده مش عايز اقراه الباب ده مش مفتوح محتاجين ايست تاور كي اوكي هو ايه الدود على الارض ده الطلق ماشي ما اعرفش ايه الاصوات بتاعت الاجراس دي الصراحه ماليش اي فكره بس اخر مره عملت طلع لي كلب انا مش عارف الصراحه افتح كده اوكي ده مكان جديد مفيش حد فوقيه صح لا مفيش حد فوقيه ماشي ايه ده يا جدعان ايه ده اللعبه دي صوتها عاليه اقسم بالله بتخوف والله بتخض والله اعمل ايه طيب بس يا بالعرب يا كنت عايز تغفلني انت ما ظبطتش معاك ها ايه الاصوات اللي حصلت دي لا بص احتياطي عشان ما اعرفش ايه الاصوات اللي حصلت دلوقتي دي احتياطي انا هرجع تاني مطرح ما كنت عشان كان في ميدكيت صح في ايه ايه ده تيجوا منين يا جماعه لحظه مش دول الناس اللي كنت بتتريق عليهم المساجين والله دول المساجين الغريبه كنت بتتريق عليهم صح ما عايزين مني ايه عايزين مني ايه بجد ده في واحد تاني صاحي ايه ده كلهم صاحيين تقريبا تعالى يا محمد تعالى انت اسمك ايه تعالى الحمار اللي هناك ده متخلف انت اصواتهم عبيطه قوي والله العظيم انت ما صحيتش ليه يا معلم معلم ايه انا قلت ايه يا معلم ايه ما صحيتش ليه يا معلم اوكي واضح ان ده مش عنيف ايه اللي حصل هنا بقى انت جيت منين ليه العبط ده هي ايه العبط ده هو ده جاي منين ده هو انا ليه ساعات بتخض وساعات ما بتخضش مش فاهم كان في حاجه بقى هنا بقى ده ايه ده لا مش عايز شكلها خطر والله العظيم ايه صوت الاجراز الهوائيه دي ايه الصوت ده الكلاب صح اقسم بالله ده بالظبط قصه الكلاب اللي كنت حكيتها لكم قبل كده والله العظيم ما علينا هنطلع فوق بقى نشوف في ايه فوق وكم دور ده ايه يا جماعه شخصيتي بتموت تقريبا من التعب والله انت فين طيب قول لي بس والله يا اخي ايه ده ايه ده دي بوابه الجحيم ولا ايه اعمل كده ايه يا جماعه اللي بيحصل طيب ابعدوا عني هموت موت خش يا نصر ايه الكلب هايل 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 يخرب بيوتكم ايه يا جماعه التوتر اللي انتوا فيه ده ليه متوترين كده يا جماعه ايه بستوي مالكم في ايه ما تظبطوا كده ايه بقى اللي جوه ده اطلع تاني في ايه اللي حصل الصوت ده طب ايه يعني دي بتطلع وحوش تاني ولا ايه مش فاهم ما علينا في طريقي الى شيء ما معرفش ايه انا هسمي دي لعبه التخفيل والله العظيم دي لعبه التخفيل انا ما بيحصليش حاجه غير ان انا بتخفل وبس ايه بتخفل دي بتغفل قصدي قلت 36 وي 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 استنى خفت استنى اسكت يا والله قشعريرة اقسم بالله لعبه كلها قشعريرة بقشعريرة والله العظيم ده ايه ده ايه صوت الاجراس دي الصوت ده بيجي منين انا مش فاهم والنبي هلكت بليز مش عايز انا جام باودر انا ده ايه ده؟ ايه الموسيقى اللي اشتغلت دي؟ ده ايه ده؟ ده ايه الكلب المتخلف ده والله؟ مين بيضحك؟ مين ضحك على الاف بتاعي يا جماعه؟ مين اتبسط؟ جاريسون 1 ايه جاريسون 1 ده؟ ايه يا جماعه الاصوات الغريبه اللي بتشتغل دي؟ يا دي النيله دمر ده الاول بعدين هات ده اضرب ده طب الجرف ايه اللي انا اخدته ده؟ امينيشن فور ماشين جن؟ يا عم انا بيبي جن مش معايا بتديني طلق رشاش ليه؟ لا يا كابتن استنى يا كابتن ما تصحاش بجد ما تصحاش بليز ماشي مع السلامه اوكي نطلع من هنا بالسيف ونكمل الطريق وصلنا على حته تقريبا والله اعلم ايه البيبان المقفوله دي كلها هو عادي مفيش حد ايه الاصوات دي ايه الاصوات ايه ده ايه ده ايه ده طب ما انا طلعت عادي اهو ايه المشكله طيب يا جماعه ايه الاصوات دي يا جماعه مفتاح ايه ده ايست تاور كي يا نهار ابيض
يا نهار ابيض. ولا خلي بالك هلا، خلي بالك مني هلا، والله زعلك. انا لسه مكتشف دلوقتي ازاي ممكن استخدم الصليب ده، والله العظيم. طيب هل ده يفتح خلاص؟ لا ده محتاج جرسن كي. طب وانا ما بقتش اقدر اجري ليه؟ هل امشي بايدي مثلا فجري؟ ما بقاش ماسك السيف؟ شكلها كده والله. اتاكد بس ما فيش حد يغفلني هنا ولا هنا، مش ناقصين تخفيل. اوكي وصلنا هنا تاني. انا ما دخلتش من باب ده على فكره، ما دخلتش من باب ده خالص. يا ريتني ما دخلت. بلا اعرف بقى هنا في ايه. في صندوق اهو، يا رب يكون في حاجه مفيده. في قدامه حاجه مفيده. ايه الصوت ده؟ في يا جماعه مين بيهوه؟ تعال يا حبيبي. مع السلامه يا حبيبي. لا ده وده مكان انا كنت فيه في الاول ولا ايه؟ لا مش هو. امال مين اللي ميتين على الارض دول؟ لحظه ما راح فين؟ الو هو الكلب راح فين؟ ها اوكي يا عم الكمبر، يا عم انت هو يا عم. استنى يا هموت، يلا استنى يلا موت كده القرف. ايه اللي هنا بقى؟ امو؟ كل ده عشان شويه امو؟ حسبي الله ونعم الوكيل. في كده بس يلا بس يا بلا هو بلا بو جاك بو انت. بس ما بننزلش حيوانات عندنا في القناه هنا. طيب هل بقى مفتاح المعاد بتاع ده؟ هو والله. ايه المكان ده؟ ايه البلاتفورم دي؟ مش فاهم اعمل ايه. طيب اركب البتاع ده الشيء ده. ايه ده انا طالع فوق. نايس والله. اوكي مش ناقصين تخفيف بس بليز. انا همسك المسدس في ايدي احتياطي، يمكن اضرب حد كده ولا كده. الحمد لله على السلامه. ايه ده مكتوب لي بص فوق، انا هنا. ايه ده اهي؟ ايه ده عميت الصوف؟ ايه مين ده؟ مش فاهم، انا مش فاهم حاجه والله. ايه اللي بيحصل؟ دي واحده من الناس اللي انا المفروض انقذهم. هو ايه اللي حصل؟ الو هو انا خدت هيد شوت في وشي موت. الو كفايه قوي كده. وإذا كان فيديو النهارده اتمنى يكون عجبكم، لو عجبكم اعملوا لايك، لو مش عجبكم اعملوا ديسلايك. واللي ما عجبكمش ليه بالظبط؟ انا استمتعت باللعبه دي جدا الصراحه، وكان فيها رعب بنوع مختلف، رعب ايام زمان. ده رعب بتاع ايه؟ الزمن اللي هو الحلو ده. عموما بس كفايه كده، خلينا بقى نقفل الفيديو على هنا. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. هو سلام استوي. تعبت واشتغلت سهرت واجتهدت، ما يبانش في شغلي، عارف اني بتعب فيه بجد. دوما وعرى شغلي على قلبي زي العسل، انتوا تخلوا اي شخص ينسى ايه مفهوم الكسل. عشانكم انا مكمل، عشانكم انا مطول، لحد ما تاني درع يجي لعندي ويفرمل، يعرف مكانه فين وسط مليون بستاوي، بيسمعوا قصه نجاح انا فيها الراوي.